مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي الاستاذ مكي النزال. اهلا بكم استاذ مكي. بدايه، الطبقه السياسيه تتجاهل مطالب الثوره والمهله التي ضربوها من اجل تحقيق مطالب الثوره، هل كان متوقعا ان تتفاعل الاحزاب والطبقه السياسيه مع ما خرج من اجله الثوار؟ نعم، بكل تاكيد السلطه في بغداد لا نتوقع منها غير أن تكون خصما بل عدوا للمتظاهرين. المتظاهرون يمثلون صوت الشعب العراقي المطالب بحقوقه، والسلطة معروفة منذ 16 عام لا تعطي أي حق من حقوق العراقيين. يعني أستاذ مكي، إلى ما ترجع سبب تجاهل الأحزاب والطبقة السياسية مطالب الثوار لتخرج من الورطة، إذا صح التعبير، التي دخلت فيها من أكثر من 3 أشهر؟ هم يحاولون كسب الوقت. والغريب، وهذا ما غردت به اليوم، أنهم يخسرون الوقت ويخسرون كل شيء وما زالوا يظنون أنهم يكسبون الوقت. يعني الناظر إلى الساحات اليوم والشوارع يفاجئ، مهما كان متفائلا بهؤلاء الثوار يفاجئ بالأعداد وبالحماس، وكأن الثورة في يومها الأول. وهؤلاء القابئون في المنطقة الخضراء كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يعون. هم يحاولون جهد الإمكان، مطاولة، عسى أن تحصل معجزة تنقذهم من المستنقع الذي رموا أنفسهم فيه منذ الاحتلال. الثوار يؤكدون انتهاج سياسة تصعيدية سلمية مع انتهاء مهلة الوطن، كيف ترى اتخاذ الثوار للسلمية وسيلة لاستكمال ثورتهم؟ نعم، السلمية هي السلاح المنتصر في هذه المعركة. السلمية تعني دفع الذرائع وتبيان الحق بدون سفك دماء من قبل الثوار. وهؤلاء يحاولون جرهم. يعني اليوم على احدى القنوات في احدى النشرات قالوا قنابل حارقه، ولا توجد قنابل حارقه من قبل المتظاهرين. وفي النشره الاخرى، وطبعا هي قناه معروفه يعني وقوفها ضد العراقيين، في النشره الاخرى يقولون اطلاق النار على قوات الامن. هذا ما يتمنونه لكي تدخل المدرعات والدبابات والطائرات في المعركة. الآن هم لا يستطيعون إلا استخدام الغازات المسيلة للدموع، ومع ذلك يطلقونها مباشرة، وهذا ما حصل اليوم وقتل متظاهرا أو اثنين في بغداد. أستاذ مكي، الميثاق الوطني العراقي حمل المجتمع الدولي مسؤولية يعني ربما تقاعسها عن مساعدة العراقيين أو التفاعل معهم بطريقة أكبر، يعني هي أصدرت بيانات وخرجت بتقارير، ما الذي يمكن أن يطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكثر مما قامت به حتى اللحظة؟ يعني المجتمع الدولي بناء على أسباب كاذبة معروفة واضح كذبها، في 2003 جيش 60 دولة لكي يقتلع العراق من جذوره. يعني هذا المجتمع الدولي يتكلم يعني يتصرف بما يعجبه ويتماشى مع مصالح أعضائه الكبار بين هلالي. المجتمع الدولي يستطيع أن يفعل الكثير في هذا الصدد، ونحن مع ذلك يعني نحملهم المسؤولية. نعم، ونطالب أن يقوم كل بواجبه، خصوصا أنهم هم المسؤولون عن ما يجري في العراق. ولكن نؤكد على عراقية الثورة وعدم تبعيتها، وأن العراقيين هم من سيقومون بالتغيير، ومن شاء ساعد ومن شاء فليذهب مع هذا النظام البائس. أستاذ مكي، يعني النظام أو اتباع الحكومة لسياسة القمع المستمر والقمع المفرط الذي نراه الآن رغم فشله في النجاح ربما في إنهاء هذه الثورة، لكن الميثاق الوطني العراقي تحدث عن هذه النقطة، هل تعتقدون أن رغم فشل
النظام الأمني القمع الذي تتبعه أو الأسلوب الأمني القمع الذي تتبعه حكومة بغداد، هل تعتقد أنها ستستمر به رغم فشله؟ نعم سيستمرون. هم هؤلاء الناس لا يعرفون غير هذه اللغة، هم لا هم سياسيون بالحقيقة ولا هم شرعيون كما يزعمون ولا هم متدينون كما يزعمون. هم عصابات اتخذت أسماء أحزاب وسياسيين وأعضاء برلمان، وهنا أنا أعني الجميع. هؤلاء ليس فيهم رجل رشيد، ثم أنهم في بعض الأحيان يقتلون المتظاهرين والثوار انتقاما لا أكثر. يعني لماذا أنت تخرج علي وأنا سيدك؟ أنت عبدي وأنا سيدك. فأنا أتوقع أن يستمر القمع وأن يستمر الصمود من الطرف الآخر اللي هو طرف الثوار. وأتوقع وأنا المتفائل دائما بالله سبحانه وتعالى وبالعراقيين بعده أن النصر أصبح أقرب إلى العراقيين والثوار بصمودهم الذي رأيته اليوم يعني مبهرا. ونحمد الله على هذه الصدور التي هذا يقودنا إلى سؤال آخر أستاذ مكي، وسؤالنا الأخير هو هل تتوقع تصعيدا أكثر في ظل انتهاء مهلة الوطن التي أعطاها الثوار إلى سلطة المنطقة الخضراء؟ نعم، كما قلت الذي حصل اليوم فتح العيون المغمضة على أن هؤلاء الشباب يستطيعون أن يتصرفوا وأنهم ليسوا متقوقعين في بناية هنا وساحة هناك. هؤلاء الشباب سيفعلون الكثير وسيفاجئون العالم، هذا العالم الصامت، العالم الأصنام، كما سيفاجئون سلطة الغبراء بتصعيد آخر. أنا أعتقد أنه سيبهر الجميع، وأيضا إذا سمحت لي سيبهرون العالم بمفاجأة سياسية قريبا جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ مكي النزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.